بتذكر كل حياتي انا صغيره كنت دائما موضوع النقاش انه ليش بشبه اكثر صبيان او ليش ما بشبه باقي البنات. كان دائما تعمل لي مشكله انه الناس وقت تسالني ليه ما بدي البس قسطان، وكان الناس يتمسخروا علي يسموني حسن صبي. كنت عم فكر وكبرت معي دائما انه هل انا شخص مش طبيعي، هل هالقد هيدي كارثه. واخذت معي سنين لافهم انه هذا النمط هو اللي مش طبيعي، هو اللي مركب علينا. بتحس ان الانسان يعبر عن حاله وتعبر عن حاله بالطريقه اللي بدها اياها، بالثياب اللي بدها اياها، بالتصرف اللي بده اياه، بالشكل اللي هو عم بيعبر عن حاله من جوا كيان. من حقي امشي كيف ما بدي، البس شو ما بدي، كون مين ما بدي، مش من حق حدا يلطشني ولا من حق حدا يتقلني، لا بشغلي ولا بجامعتي ولا بالشارع. My friend has a mother. His mother is dark in complexion, but his dad is white. So every time they go out, people pass racist comments at her. Maybe she's watching a movie, they don't even want her to enter and watch the movie because they think she's a servant. I mean, why do the Lebanese think they're better than other people? Like, what makes them better than other people? I don't get it. بيهمني انه انا اكون مرتاحه، انا اكون مبسوطه. بيهمني مش سيلفشنس، بس انه بيهمني انه انا اكون مرتاحه، انا مع الحريه، مع الحريه حسب كاركتر البنت. ما بتندم على اللي بتعمله. الندم كثير 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 صعب، يعني يكون عندها شخصيه قويه وعيش حياتها، تعيش حياتها.